الكتاب مهاجم سجل باليمين باليسار بالهيد مهاجم ما جاوبت أنا ما جاوبت ما تقدر يعني أعطيني فريق وأنا أقول لك أنا أختار مين أنا بالهلال يعني تديني الهلال تعطيني الهلال ما أخذ حمد الله أنا أعطيك إياه ما أخذ حمد الله تأخذ من أخذ يا جوميز يا عمر السومة الهلال أنا أخذ حمد الله الاتحاد أخذ حمد الله والشباب حمد الله والنصر حمد الله والأهلي حمد الله برضه إذا حمد الله جاب أشكال وألوان الأهداف صراحة كذا مرة كم هدف يا خالد جاب السنة هذه 20 صح؟ 20 وش كل هدف يجيبهم فيه متعة تبي بالرأس تبي باليمين تبي فيه فرص يا حسين والله ما حد يتوقعها انه جول ما تدري الا هو مدخلها اي احنا ما انا ما شك انا ما بقول انه حمد الله غير كذا ضربات الجزاء مهارته في ضربات الجزاء يعني هذه بعد بحد ذاته السلام عليكم الأصدقاء ديالي مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وسلامة أصدقائي في الفيديو أشوفوا الإعلام السعودي وعبد الرزاق حمد الله قصة عشق لا تنتهي كلهم كيتكلموا عليه بأنه هو الأسطورة نتاع الدوري السعودي ولا يقارن يسجل الأهداف برأسية باليمين باليسار ما خلوا ما قالوا عليه واحد الفيديو اللي جد رائع ويستحق المشاهدة أصدقائي خليكم تفرجوا واسمعوا شنو قالوا على الأسطورة الهجوم المنتخب المغربي بجانب يعني بجانب النصيري يوسف النصيري حمد عبد الرزاق غادي نخليكم تشوفوا شنو قال عليه الاعلام السعودي اصدقائي ما تنساوش خليو الاراء ديالكم في التعليق وخليو لي الاعجاب لهذا الفيديو واللي ما مشاكش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش توصل الجديد تاع القناه لان اصدقائي نقول لكم فرجه ممتعه نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو من الاعلام السعودي والسلام عليكم ارقام مره ثانيه حمد الله جالس يكسر الارقام بطريقه ثانيه اكثر اللاعبين معدل اهداف بالدقائق في دوري المحترفين تاريخيا هدف كل 90 دقيقه 84 دقيقه يلي جوميز هدف كل 100 دقيقة عمر السومة هدف كل 104 ياسر القحطاني هدف كل 117 ناصر الشمراني هدف كل 125 شوف احنا تكلمنا عن حمد الله من الان وبنقول انه حمد الله من افضل المهاجمين يملك امكانيات لاعب ذكي عنده امكانيات عنده حلول فردية مو بس يعني في لاعبين يعتمدوا على المجموعة حمد الله ممكن يجيب لك من محل فردي سواء لما كان مع النصر او الان مع الاتحاد اكيد لاعب يعني على مستوى عالي ودائما يبحث عن المرمى ودائما يحب انه هو يسجل وهذا شيء طبيعي بحكم انه هو مهاجم فانا اشوف انه يعني الارقام ممتازه لمهاجم اكثر من ممتازه انا اقول يا خالد انه اعتقد حمد الله افضل راس حربه في الدوري السعودي الدوري السعودي هذا الموسم ولا المواسم الاخيره هذه الحمد لله من قدوم الثمانيه اجانب من قدوم الثمانيه اجانب ما احترمنا ما في يعني ما يمكن ما في الا قمز بالهلال وفتره راح لكن الحمد لله هو المستمر سواء مع النصر او مع الاتحاد قاعد يعطي ليش مستمر حياته خارج الملعب محبته لكره القدم محبته للاهداف لصناعة الأهداف لمساعدة فريقه الحمد لله وين يرجع يا خالد كذا مرة على الطاولة هذه وين يرجع يدافع وهو رأس حربة أعتقد هذا وغير كذا أنه مدرب داخل الملعب يعني هذه مواصفات ما تلقاها إلا بالقلة صراحة لا بس في مهاجمين مروا على الكرة السعودية كأجانب في عمر السومة عمر السومة برضو كان صراحة مهاجم يعني عنده حلول مختلف الطريقه مختلفه يعني عمر السومه وحمد الله طريقه مختلفه يعني عمر مهاجم تقليدي هداف باليمين باليسار بالهد كان يتميز بالكوره الثابته يعني ما اشوف انه تقدر تقول انه هذا جوميز كمهاجم انا 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 العب ضد جوميز من المهاجمين المزعجين جوميز اللي هو دائما بيخلي جوميز يمكن والله شوف انت قلت لك اختار على الامكانيات على الامكانيات الفرديه حمد الله امكانيات فرديه اقول لك وقع لي واحد بين الثلاثه تختار من والله شوف الثلاثه كلهم مميزين حقيقي ما تقدر تعرف ليه لا اقول لك ليه لانه شوف جوميز انا الادوات اللي موجوده عندي انا حختار يعني انا عندي لو عندي الاجنحه هدافين ما حختار حمد الله نهائيا ما حختار حمد الله
لو عندي اجنحه وبيحب يدخل على العمق ويسجل ويلعب ويلعبوا على واحد يرتكز عليه، لا ما حاخذ حمد الله. ليه؟ لانه حمد الله من؟ حمد الله دائما يحب ياخذ الكوره على الباب. جوميز من جوميز ترى الفتره اللي كان موجود فيها في الهلال ترى كانوا اللي يسجلوا، ترى جوميز يعني حتى لو بيسجل اهداف يعني بيسجل اهداف، لكن جوميز كان كتعاون مع المجموعه لا اكثر حقيقي. السومه السومه مهاجم صريح، مهاجم يعني زي ما يقول زي ما زي ما زي ما يقول الكتاب، مهاجم سجل باليمين باليسار بالهيد، مهاجم ما جاوبت أنا ما جاوبت ما تقدر يعني اعطيني فريق وانا اقول لك انا اختار مين. انا بالهلال يعني تديني الهلال تعطيني الهلال ما اخذ حمد الله، انا اعطيك هي ما اخذ حمد الله. تاخذ من؟ اخذ يا جوميز يا عمر السومه. الهلال انا اخذ حمد الله، الاتحاد اخذ حمد الله، والشباب حمد الله، والنصر حمد الله، والاهلي حمد الله برضه. اذا حمد الله جاب اشكال والوان الاهداف صراحه كذا مره. كم هدف يا خالد جاب السنه هذه؟ 20 صح؟ 20 وش كل هدف يجيبهم فيه متعه، تبي بالراس تبي باليمين تبي فيه فرص يا حسين والله ما حد يتوقعها انه جول، ما تدري الا هو مدخلها. اي احنا ما انا ما شك انا ما بقول انه حمد الله غير كذا ضربات الجزاء، مهارته في ضربات الجزاء يعني هذه بعد بحد ذاته اذا شاف نفسه انه بعيد عن الباب وهو بداخل 18 يبحث عن هذا خبت الكره. اي بس انا 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 ما بتكلم عن امكانيات، انا بتكلم عن الفريق طواف. انا الان ايوه اكيد انت تتكلم كمجموعه، انا صحيح. عندي مثلا مهاجمين او اطراف يكونوا يحب يلعب ويحب الحمد لله ما هو نقطه ارتكاز في او لاعب صندوق حمد الله. اي لاعب صندوق هداف مع النصر اقول لك انا هو لما انا اجيبه بالهلال لما انا اجيبه بالهلال وعندي الاطراف صح وعندي صناع لعب وحمد الله خليك حمد الله جاي كنا في الهلال والله ودي انا لو انا رئيس الهلال اجيب حمد الله على طول وانا مغمض. من ما يبغى حمد الله ما شاء الله الله يبارك في الاتحاد ما شاء الله عليه الاتحاد فيه اقعد على جمهور الاتحاد لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا بكم مرة ثانية في قناتكم يوسف الخبر، نتمنى من هذا الفيديو أن يكون الإعجاب ديالكم، وكيف ما شفتوا الإعلام السعودي ما كيخبيش الحب ديالو والعشق ديالو للظاهرة عبد الرزاق حمد الله، ويعني الأداء اللي تيقدم في الدوري السعودي وأسطورة من أساطير الدوري السعودي، وخا ما بينش واحد المستوى جد عالي في كأس العالم قطر 2022، ولكن لاعب له كفاءة وله مستوى قوي، وكنتمناو أنه يبين واحد المستوى خرافي واحد المستوى جد عالي في تصفيات كأس أفريقيا وفي أفريقيا في كأس أفريقيا 2025. أصدقائي تلهنا غادي نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.